مرحبا. من امبارح عم ندعي لتحرك على وزارة الصحة بسبب الثلاثة اللي توفوا امبارح، وما زال هلا عم يتوفى، في كمان طفل هلا عن جديد متوفى لأنه بسبب سوء التغذية. يعني دعينا وصار الكل يقول ايه لازم، وقول لهم يا أمهات كرامت ولادكم انزلوا تحركوا، ايه لازم وما بعرف شو، وكله حكينا وحيحلوا ينزلوا. آخر شي مننزل منضلنا ناطرين الساعة 11، أنا ورفقات اثنين شباب وصبية، وفي واحدة اعتذرت لأنه ابنها طلعت حرارته ما قدرت تجي، وزميلتي الثانية كمان اعتذرت لأنه كمان ما قدرت تنزل، والباقي كله ما حدا اجا. يعني كنا بس 4 أشخاص، أنا وصبية وشابين بس نحنا. والمعلوم إنه أنا وهول الشابين الحمد لله وضعنا يعني بفضل الله منيح، قادرين نأمن دواء من برا، قادرين نعمل اللي بدنا إياه. يعني ما عايزين ننزل نتظاهر اصلا، بس نحن بننزل نتظاهر كرمال الناس اللي بنحبهم، كرمال الاشخاص اللي معتره، الفقيره اللي ما لها صوت وما قادره تتحرك. بس لا بلا، قادرين تتحركوا، قادرين تنزلوا على الطريق، قادرين تتظاهروا، قادرين تعملوا اي شيء على بيت اي زعيم. بس انتم ما قادرين الا انكم تشهدوا، هذا هو اللي قادرين عليه، انكم تطلبوا بدكم دواء، امنوا لنا هذا الدواء، لدرجه انه في ناس صارت تبعت نحن ما قادرين ننزل اذا فيكم بس تامنوا لنا هذا الدواء. انه ليه ما قادرين تنزلوا بس بدكم تمرقونا علبة الدواء لحتى نجيب لكم اياها؟ تحركوا تحركوا، شو قاعدين عم تعملوا ببيوتكم؟ يعني لا كهرباء ولا مي ولا ادويه ولا اكل ولا براد ولا لحمه ولا شيء. من اقرب الاشخاص لابعد الاشخاص، ما بقى تنقوا، ما بقى تنقوا. ومن نحن ما بقى ننزل. انا بس اخذت عهد على حالي ان انا اذا بدي انزل بنزل بس مع اهالي عوائل الشهداء تبعوا الانفجار المرفأ، غير هيك ما حانزل، ما حانزل مع حدا ولا حانزل كرمال حدا. ماني مضطرة انزل اتظاهر لحتى يجي الشباب باي منطقة اللي كانت لاقيهم قاعدين عم بيقرقلوا مثلا. ليه؟ ليش بدي اتظاهر عنكم؟ ليه بدي اتظاهر عن اللي بده دواء لابنه وما قادر يجيب له اياه؟ ليه ما بتنزل؟ ليه بدي اتظاهر عن شخص ما قادر يطعمي ولاده، ولا وحده بدها حليب لابنها وقاعده بالبيت رخيتها كرمال انا بدي انزل اتظاهر عنها لاجيب لها حليب مثلا؟ ولا لعلي الصوت؟ بدنا نضلنا انتو شعب تعود على الشهادة، خلص هيدي هي عن جد، شعب ذليل، شعب خروف تعود على الشهادة. بس حطوكن على بدي دواء وامنوا لي هالدواء وامنوا لي هالحليب. ما تحركوا ما تحركوا، ما في شيء هيك بيجي، ولا خلص بكون الشغلة تجي لعندكن؟ يعني هيك تعودتوا؟ حكامنا شحادين بيشهدوا على ظهرنا، وشعب شحاد كمان بيشهد على ظهر بعضه. يعني شو بدي اقول؟ اذا انتم هيك، اذا انتم هيك ما العطر على هول، ما بقى تدعوا عليهم للزعمه، ما بقى تدعوا عليهم، لانه اصلا دعاويكم ما حتنقبل، يعني ما انها مستجابه. وغير هيك بدل ما تقعدوا تدعوا عليهم روحوا تحركوا، حركوا اعملوا شيء، عن جد اعملوا شيء. ترجع بتقولوا ما بينفع شو اسمه طريق، نسكر طريق وما بينفع وما بينفع، شو بينفع طيب؟ اذا لا بدكم تسكروا طريق ولا بدكم تروحوا على شو اسمه عند شيء سياسي على بيته لانكم جبنا وبتخافوا من السكيورتي تبعوله، طب شو بدكم تعملوا؟ يعني شو بتعملوا؟ ولا وزاره بتنزل، شو بتعملوا؟ بس حطوكم على فاكيشن وماكيشن، هيدي هي اللي عايشينها. من هون ورايح ما بقى حدا يحاسب الناس اللي مرتاحه ماديا انها هي عايشه ومكفيه حياتها، لانه هيدي الناس المرتاحه ماديا نزلت على الارض ووقفت بالوقت اللي هي اخر همها اصلا اذا بتنزل ولا ما بتنزل، واخر همها اذا بيطلع الدولار ولا بينزل. ايه كنا متاثرين، بس في ناس متاثره اكثر من ناس، في ناس قادره تضاين بهيدي الازمه، صح قللت مصاريفها بس قادره تعيش على قدها، يعني قادره بعد تامن دواء، قادره تامن اكل، قادره تامن ثياب لاولادها، وما همه مثلا اجار البيت لانه عندهم بيت. بس هول منهم مضطرين ينزلوا عن الفقير، للفقير شو قاعد عم يعمل؟ شو قاعد عم يعمل؟ عم يبرم من ميلي لميلي ليأمن دواء ولا يأمن حليب ولا يأمن ما بعرف اكل، لقمة اكل ولا حصة مونة ولا مدري شو. يعني ما بقى تقولوا للي مرتاحين ماديا واللي الله منعم عليهم وعاطيهم وهن اذكياء وعارفانين كيف يشتغلوا، مش عم ينصبوا على حدا اكيد، هذا من فضل ربنا عليهم ورزقتهم. ليه ما عم تتحركوا؟ ليه عايشين؟ ليه منزلين صورة اكل؟ ما حرام في ناس جوعانة، وينهم هول الناس الجوعانة يا عمي؟ وينهم لما ننزل على الطريق؟ وينهم؟ نحن منا جوعانين ونازلين، نازلين كرمال الناس كلها، كرمال كمان مستقبل اولادنا وكرامة اولادنا، كرمال كرامتنا على القليلة. شو ما عندكم كرامة؟ ناطرين يعني لتموتوا الجوع ولا ما بعرف شو ناطرين؟ ناطرين لحدا يموت فيكم مثل ما ماتوا هول الناس؟
لازم حدا من عائلتكم يموت لتتحركوا؟ لازم حدا من عائلتك يموت، من ابنك ولا بنتك تموت لتتحركي يا ام؟ وينهم امهات لبنان؟ اذا بهالبلد ما في رجال، طب وينهم الامهات؟ وين الامهات؟ ليه ما عم تتحرك؟ ما بقى تحاسبوا الناس المرتاحه ماديا اذا ظاهره ولا ما بعرف شو، انتوا بلا احساس؟ لا، انتوا اللي بلا احساس، انتوا اللي بتقعدوا تشكوا وتنعوا وتنقلنا ما في كهرباء وما بعرف شو، وحاطلع الدرج وما في لحمه، ما عم نجيب لحمه وما عم نجيب دجاج، صرنا مدري كم شهر. انتوا اللي بلا ضمير، انتوا اللي بلا احساس، انتوا لانكم ما عم تتحركوا. خليكم متخدخين ببيوتكم وان شاء الله بيصير فيكم اكثر، لانكم بتستاهلوا. لانه لما تدعي الناس لمظاهرات وتحركات دغري، يا بتعملوها بتصير عميله، يا ما بعرف شو، ما عندكم يعني ما بيخلص واحد من رسالكم، فان شاء الله بيصير فيكم اكثر من هيك. اكثر من هيك ما في حكي عن جد. انتوا خذلتوا الناس اللي ماتت، خذلتوا اللي توفوا بانفجار بيروت، كمان نزلت الناس من بعد انفجار بيروت، ودعوا لتحركات كبيره، وانجا نزل عدد قليل من الناس، ونحن كنا على الارض وشفنا بعيوننا قليل من الناس اللي نزلت. اذا انفجار بهالقد كبره، اذا انفجار كان ممكن اي حدا من اهاليكم كان ينصاب فيه، انتوا ما تحركتوا، ما حركتوا ساكن، فعشو بدكم تتحركوا؟ ان شاء الله بيصير فيكم اكثر من هيك، لانكم شعب بيستاهل اكثر من هيك، الا من رحم ربي، لانه في ناس كثير قليله بس عندها ذره ضمير.